السلام عليكم، ان شاء الله راكم كامل بخير. صلوا وسلموا على رسول الله. نقول لكم مرحبا بكم، ان شاء الله راكم بخير. اليوم رايحين نعملوا طبق بالقرعه، يجي من اروع ما يكون. يلا بسم الله نبداو مع بعض. عندي 3 حبات تاع قرعه غسلتهم، رايحه نسكرفجهم في سكرفاج المتوسط. يعني اذا كان عدد الاسره تاعكم كبير تقدروا تزيدوا في كميه القرعه. على بالكم بلي القرعه ما فيهاش كامل الروح، يعني تذوب ثمثم خفيفه، سختو كي نسكرفجوها هكذا. انا هذا واش كان عندي درتهم، اذا حبيتو تزيدو زيدو، ديروا 5 حبات ولا ها. ولي كوريت لكم السكرفاج كيفاش يخرج لي يعني هاد القرعه متوسطه. انا نكملهم كامل هنا نسكرفجهم. على بالكم القرعه راهي رخيصه وولادنا ما يحبوش ياكلوها، صدقوني فيها الطبق تجي بنينه بزاف وما كاش راح يفيق بها باللي قرعه. خلاص هنا يعني سكرفشتها، راهي عندي واجده، وريتها لكم هكذا. هاي ليك متوسطه. وعندي هنايا كاس تاع حليب، ما يكون سخون ويكون بارد، عادي نورمال يعني، ما اذا كان في الفريجيدار معليش. المهم حطوا كاس تاع حليب. هاد الحليب واش يجي الدور تاعو هنايا، يمتص لنا هذاك الذوق المر تاع القرعه. يعني بزاف اللي شفتهم يديروا الملح باش القرعه تحبط هذيك المروريه. انا نقول لكم صدقوني بهذه الطريقه بالحليب يعني تعطيها واحد الذوق اكثر من رائع. غطيتها خليتها حوالي 10 دقائق، طلقت لي كامل هذيك المروريه اللي فيها. مام هي عندها شويه البنه قاسحه، بهذه الطريقه يعني روعه. هنا كي نجي نصفيها نعصرها فقط يعني حاجه خفيفه هاي ليك. هنا عصرتها، نكمل نعصرها كامل. هاي ليك واش خرجت لي الكميه، ونجوزو هنا باش نوجدوها. عندي 3 مغارف كبار تاع زيت، عندي معاهم كميه صغيره تاع دجاج قطعته مربعات. هنا ما ديروهش مرحي، ديروها كمربعات صغار. عندي فلفل كحل، ملح، ونبقى نقلي في هذا الدجاج بهذه الطريقه حتى يعني يرجع لي لون ابيض، يطيب لي بصح على بياض، ما نخليهش يتحمر. نبقى نحرك فيه مره على مره ونخلطه. صدقوني يعني بهاد الكميه الصغيره تاع الدجاج من بعد يعطينا بنه، والقرعه يعني ما تحسوهاش كامل باللي قرعه، ذوق واحد اخر. هنا شوفوا كي تشوفوا طلق هذيك البنه وهذاك لاصوص، خلاص نحيه، نحيت كامل الدجاج اللي عندي، وعاودت رجعت المقله لبلاصتها فيها مع هذيك شويه تاع الزيت وهذيك شويه تاع البنه تاع الدجاج، خليتهم لثم. رايحه نحط عليهم القرعه. كاين اللي يقول لها تجريوات نورمالمون، خلوا لي في التعليقات كل وحده يعني واش تقول الاسم تاعها. انا هنايا نقعد نقلي في القرعه حتى تذوب لي كامل وتطيب، لازم تطيب لي كامل، هي ما تطولش. على بالكم اصلا طريه، ني داك ولا غير يجيبوها لنا يعني للدار وما نعرفوش واش نديرو بها. هاد الوصفه بزاف بنينه هي. تاني تزيد نتبلها بشويه فلفل كحل، شويه برك تاع ملح، يعني ديجا الدجاج كنخلى هذيك يعني الملوحيه في المقله باش ما تجيكمش مالحه. على بالكم هي ما فيهاش كامل الروح، ما ترفدش الملح هكذا. اني نخلط فيها، تطلق لي الماء اكيد، من بعد تعاود يعني تتشرب كامل الكميه تاع الماء اللي فيها. هنا حطيتها بجيه وجيت باش نخدم صوص بيشاميل، كميه صغيره برك ما نسحقش بزاف. عندي نص مغرف تاع مارغارين، مغرف كبيره تاع فارينه، مغرف وحده. نذوبها في هذيك الزبده. اللي ما عندهاش هنايا مارغارين ولا زبده تقدر تدير 2 مغارف كبار تاع زيت عادي. انا مجربتها من قبل صوص بيشاميل بالزيت وذوق تاعها مليح. شوفوا ملي هذيك القرعه مازلت نحرك فيها حتى تشرب لي كامل السوائل اللي فيها، والفارينه مع
المارغرين ذابت لي، راح نبدأ نحط في الحليب. عندي كاس تاع حليب، في الأول نحط كمية صغيرة، نخلط، من بعد نكمل كمية الكاس كامل. كيف كيف نبقى نخلط حتى ترفد لي زوج غليات ولا ثلاثة، وطيب لي مليح هذيك الفارينة باش ما تجينيش هذاك الذوق تاعها. كيف كيف هي ثاني كي تعقد لي ندير لها شويه فلفل كحل وملح، ما تكثروش الملح هكا باش ما تجيكمش مالحه، ديروا حساب يعني باللي كامل فيهم شويه شويه شويه، هذاك هو. مام يعني اذا درتوها مسوسه اكيد راهي رايحه تجي سانطه، ديروها معتدله. هاي ليك خلاص، هنايا عقدت لي، زدت لها شويه تاع فلفل الكحل، شويه تاع ملح، ونجوزو مع بعض باش نكملو الطبق. القرعه هاي اللي كي طابت نحطها هنا، ما نستناها لا تبرد لا والو، خدموها مباشره. عندي هذاك الدجاج اللي قليتو هكذا، نزيد عليهم حبه تاع بيض، ونزيد 3 قطع تاع جبن ابيض. اللي ما عندهاش الجبن الابيض هنا تقدر تستغنى عليه، 3 برك هكذا باش يعطونا برك بنه. ونخلط، خلطته مليح هكذا. ونجيب انا قوالب اللي رايحه نخدم فيهم، اذا كنتو حابين تخدموها يعني في مول تاع غراتان تقدروا، انا حبيت نديرها هكا في ليمول فرديه، نتوما كيما تحبوا. نعمر الكميه اللي نحبها هكذا بهذه الطريقه، نعمرهم كامل، ونزيد لهم طبقه تاع هذيك صوص بيشاميل من الفوق هكذا. يعني هنايا ما نحطوش كميه كبيره، فقط نغطوا الوجه، انا ما نحبش صوص بيشاميل تكون يعني خشينه بزاف هذيك الطبقه الفوقانيه، نحبها تكون شويه شويه هكا باش ما تقهمش. عندي شويه جبن مبشور، ونحطهم في الفرن ساخن على 180 درجه، كلش فيهم راه طايب، فقط يعني يتجمروا لي مع بعضهم، وهذا الفرماج يذوب هكذا ويعطيني تحميره خفيفه، وتكون معنا الوصفه واجده. صدقوني والله غير بنينه فوق ما تتصور هكا، باش نشجعكم تجربوها. وكانت وصفتنا لنهار اليوم واجدة، نزلت لها فقط شوية تاع معدنوس، ونوريها لكم يعني تجي طرية ما تجيش كامل ناشفة، هي أصل القرعة ماشي ناشفة، هاي ليك ما تبانش أبدا باللي يعني قرعة هكذا. أنا رايحة نزيد نقرب لكم أكثر باش تشوفوا هاد الكراتان كيفاش يجي، يجينا رائع. ونقول لكم دائما في اخر الفيديو يعني حطوا جام، ما خسرتوا والو، ان شاء الله تربحوا ما راكم متمنين. نتلاقى بكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، اللي مازال ما اشتركتش في القناه نقولها مرحبا وسهلا، نورتيني الدار دارك، والسلام عليكم. جربوا الوصفه بنينه بزاف بزاف بزاف، سلام.